السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدولار في ارتفاع خرافي كارثي في البنوك والسوق السوداء. اخواتي ورب تكونوا دايما بخير، وقدم لكم سعر الدولار والعملات اليوم الاحد 10/11/2024 في السوق السوداء في مصر. فضلا وتكرما منكم اخواتي، اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. اسعار صرف الدولار والعملات اليوم في السوق السوداء في مصر: سعر اليورو 54 جنيه، سعر الريال السعودي 13 جنيه 45 قرش، سعر الدرهم الاماراتي 13 جنيه 85 قرش، سعر الريال القطري 13 جنيه 95 قرش، سعر الدينار الكويتي 166 جنيه، ارتفاع في سعر الدينار الكويتي. طبعا سعر الدينار الأردني اليوم سجل 71 جنيه 15 قرش، سعر الريال العماني اليوم في السوق السوداء 133 جنيه 45 قرش، سعر الدينار البحريني اليوم في السوق السوداء 136 جنيه 6 قروش، سعر الدينار الليبي اليوم في السوق السوداء 10 جنيه 45 قرش، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في السوق السوداء سجل 65 جنيه، سعر الدولار الأمريكي اليوم الشراء 49.35 قرش، والبيع سجل 50 جنيه 61 قرش.